ناجيت ربي في المسرة والألم، والدمع ترجم ما تلجلج من كلم. ناديت ربي والأسى قد غالني، رباه لطفك فالمصاب قد احتدم، رباه لطفك فالمصاب قد احتدم. يا من ألوذ. بسم الله والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت إيه هاي رمضان؟ وحنا فرينا نادو المساكين يبارك عيال سكو جرو، وحنا نتقن عمت صومايات ميل والبيت جوان، وحنا كعد صن لهن إن سو عويان ولا على هذا تنطير. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يدو بشي بركة سنة رمضان لوجود جرو. maantan ay tahay maalintii afraad ee bishii barakeysan ee ramadaan. ururka damwadaag wuxuu afrin u sameynayaa ku dhawaad 700 qoys ilaa 300 qoys ee ku sugan dowladda magaalada muqdisho ayuu afrinayaa, kuwaasoo isugu jiraan kuwa dan yar iyo agooman ah. runtii waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed, khaasatan bulsho weynta ku dhaqan gobolka banaadir iyo dalka dibaddiisa iyo kuwa gudaha joogaba, inaan ugu baaqo iyo ganacsatada soomaaliyeed iyo ilaahay wax u dhiibay inay ka warqabaan dariskooda iyo kuwa danyarta ah aan waxba haysanin, inay ka qayb qaataan iyagoo u soo maraayo dadka samafalka ka shaqeeya sida ururkan danwadaag oo hadii jeer u taagan inuu caawiyo una saacideeyo walaalaha danyarta ah. Maxaa yeelay waxaa ku sugan ajir weyn in qof sooman oo maantana baahiyaysay inaa afur siisid. Waxaa ku sugan ajir weyn, Nabi calayhi salaatu wasalaam aad iyo aad ayuu noola dardaarmay. waana fursad qaali ah oo aan bilooyin kale aan qofka u soo bari doonin. Bishaan waa bishii sadaqada, bishii iscafiska, bishii iska warqabka iyo isgarab istaaga. Dhammaan muslimiinta meel walba ay joogaan waxaan ugu baaqayaa inay isgarabsadaan, issaacidaan, isna ogaadaan, iskana warqabaan. Maxaa yeelay bil aad iyo aad u qiimo badan, bishii qur-aanka, bishii sadaqada, bishii wax kasta oo wanaag ee bishaan qofka waxaa la rabaa inuu badiyo una ku dadaalo sidii ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu dhawaan lahaa. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyaabaha loogu dhawaado waxaa ka mid ah in qofka qofka walaalkiisa uu saacideeyo, qofka qofka walaalkiisa uu garab istaago aan waxba haysanin. ururka danwadaag insha allah sanada soo socda iyo sanadkanba iyo sanadihii lasoo dhaafay wuxuu u taagan yahay inuu caawiyo walaalaha aan waxba haysanin danyarta ah. insha allah meeshaas ayayna kasii wadi doonaan. dhammaasiintiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. ناجيت ربي في المسرة والألم، والدمع ترجم ما تلجلج من كلم. ناديت ربي والأسى قد غالني، رباه لطفك فالمصاب قد احتدم، رباه لطفك فالمصاب قد احتدم. يا من ألوذ به ليقبل توبتي، ارحم عبيدا قد أضر به السقم. إني أتيت لباب عفوك أرتجي، منك الدواء لضر قلب مضطرم، منك الدواء لضر قلب مضطرم. ناجيت ربي في المسرة والألم، والدمع ترجم ما تلجلج من كلم. ناديت ربي والأسى قد غالني، رباه لطفك فالمصاب قد احتدم، رباه لطفك فالمصاب قد احتدم. إني جأرت وقد غرقت بلجتي، وتقطعت كل الحبال من الأمم. إني الحزين وعبرتي مخنوقة، كسرت مجادي في وعودي قد ثلم، كسرت مجادي في وعودي قد ثلم.
انتهت خطايا ولا دليل يدلني والغم دك حشاشتي والبؤس طم رباه إني قد يئست من الورى وطمعت في كرم تجازي من كظم وطمعت في كرم تجازي من ناجيت ربي في المسرة والألم والدمع ترجم ما تلجلج من كلم ناديت ربي والأسى قد غلني رباه لطفك فالمصاب قد احتدم رباه لطفك فالمصاب قد احتدم ورأيت برك يا كريم يلفني فعلمت أن الله يرحم من قدم أرجوك وحدك واليقين مؤكد أن الشفاء يحوطني يا ذا الكرم أن الشفاء يحوطني يا ذا الكرم ناجيت ربي في المسرة والألم والدمع ترجم ما تلجلج من كلم ناديت ربي والأسى قد غلني رباه لطفك فالمصاب قد احتدم رباه لطفك فالمصاب قد احتدم ناجيت ربي في المسرة والألم والدمع ترجم ما تلجلج من كلم ناديت ربي والأسى قد غالني رباه لطفك فالمصاب قد احتدم رباه لطفك فالمصاب قد احتدم يا من ألوذ به ليقبل توبتي ارحم عبيدا قد أضر به السقم إني أتيت لباب عفوك أرتجي منك الدواء لضر قلب مضطر منك الدواء لضر قلب مضطر ناجيت ربي المسرة والألم والدمع ترجم ما تلجلج من كلم ناديت ربي والأسى قد غلني رباه لطفك فالمصاب قد احتدم رباه لطفك فالمصاب قد احتدم إني جأرت وقد غرقت بلجتي وتقطعت كل الحبال من الأمم إني الحزين وعبرتي مخنوقة كسرت مجادي في وعودي قد ثلم كسرت مجادي في وعودي قد انتهت خطايا ولا دليل يدلني والغم دك حشاشتي والبؤس طم رباه إني قد يئست من الورى وطمعت في كرم تجازي من كظم وطمعت في كرم تجازي من ناجيت ربي في المساء
المسرة والألم والدمع ترجم ما تلجلج من كلم ناديت ربي والأسى قد غلني رباه لطفك فالمصاب قد احتدم رباه لطفك فالمصاب